منير بشو عم تفكر؟ عم فكر إذا كنت غلطت بحقك ولا لا، سرقتك من بيتك، حرمتك من حياتك الحلوة مع أبوك وعمتك، وجبتك لمطرح رح تكون الحياة فيه كتير قاسية. أنت غلطان إذا عم تفكر هيك. أنت ما سرقتني، أنا أجيت معك برغبتي وبإرادتي. يمكن الحياة هون ما بتناسبني، بس طالما أنا معك ما بيهمني وين أعيش، بمغارة، تحت المي، فوق المي، المهم نحنا مع بعض. لو ما هربت معك كنت بدي أهرب لحالي. الحياة بالبيت ما عادت تنطاق، مستحيل كنت رح أقدر أتحمل أكثر منك. على فكرة أكيد سعادة القنصل رح يبعث رجاله وعساكره يدوروا عليه. رح نبقى هون ليقطعوا الأمل منا وبنسوه، وبعدين منفكر بمكان تاني مثل ونعيش مثل أهلنا.